السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة أخرى من سلسلة تشهيوات ريحانة كمال. حلقة اليوم عبارة عن وصفة مالحة عبارة عن مسمن على شكل شوسون، وصفة بسيطة ولذيذة بحشوة كذلك تستحق تجربة. كيف ديما ما تنسوش وضع لايك للفيديو ومشاركته مع الأصدقاء. بسم الله على بركة الله. المكونات بالنسبة للعجينة 400 غرام من الطحين أبيض اللي هو الفورس، 100 غرام من دقيق القمح الفينو، ملح بحسب الذوق، ملعقة صغيرة غير مملوءة من خميرة الحلويات، ماء بارد لجمع العجين ماشي يكون دافي، ماء بارد. عندنا صلصة حارة، الكمية تبقى حسب الرغبة. غادي نستعمل نصف ملعقة صغيرة، ملعقة صغيرة من الخردل اللي هو المطارد. هاد المكونين كيعطيونا لذة للعجين اللي هو عبارة عن مسمن بحشوة مالحة. كنخلطو مكونات العجين، كنضيف ملعقة صغيرة من الخردل اللي هو المطارد ونصف ملعقة صغيرة من صلصة حارة. كنبدأ بإضافة الماء، كما ذكرت ماء عادي، ماء بارد ما يكونش دافي، لأن العجين ديالنا هي عبارة عن عجين الرغيف. الإضافة اللي كاينة هي خميرة الحلويات اللي كتعطينا قرمشة لهاد العجين، وكيجينا مسمن اللي مورق وخفيف بزاف. كنبقى نضيف الماء بالتدريج حتى كنحصلوا على عجينه اللي كتكون متماسكه. حنا مازال غادي ندلكوها بهاد القوام كما كتلاحظوا. كندلكها تقريبا مده ديال 5 دقائق او 8 ديال الدقائق حتى كنحصلوا على عجينه رطبه بهاد الشكل. غادي نقسمها لكريات متساويه. هنا حصلت على 22 كره. كما لاحظتوا معايا العجينه مدلوكه مزيان ورطبه. كندهنوها بزيت نباتي باش ما كتنشفش، وضروري ما تغطيوها ببلاستيك غذائي او تغطيوها ببلاستيك عادي. غادي نغطيها مزيان، نغلفها ونخليوها كترتاح المدة اللي غادي نحضروا فيها الحشوة ديالنا. قد ما كيرتاح لنا العجين كيسهل علينا العمل ديالو. مكونات الحشوة، خديت بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة مع زيت المائدة، الملح اللي كتبقى بحسب الذوق، الإبزار هنا استعملت إبزار أبيض، وسكينجبير والقليل من فلفل أحمر اللي هي التحميرة. وكنخلط كل شيء مزيان. غادي نضيف هنايا بالنسبة خيط 500 غرام ديال القمرون اللي كيكون مقشر ومغسول. ضفت لي ملعقة كبيرة ديال الزبدة وشوية الملح والإبزار أبيض أيضا. غادي نسوطيه على نار اللي كتكون قوية مدة ديال 3 دقائق ولا 4. كذلك عندنا علبة ديال الشعرية الصينية من وزن 100 غرام، كنوضعوها في الماء مغلى وكنقطعوها بالمقص، ومن بعد غادي نصفيها ونخليوها جانبا بما شحرنا البصلة ديالنا هي الاولى. وضعت المقلاة فوق نار متوسطة حتى كتنضج لي البصل اللي وضعت مع التوابل. كنضيفو الشعرية الصينية اللي نقعناها في الماء المغلى وصفيناها. الاضافات اللي غادي نضيفو للحشوه، نصف ملعقه صغيره من توابل السمك اللي حضرت معكم سابقا، والقليل من الليمون الحامض مصير مقطع، وصلصه حاره. الكميه كتبقى حسب الرغبه، هادشي كتضيفوه حسب الذوق ديالكم. كنضيفهم على الشعريه الصينيه، ونضيف ايضا القمرون اللي سوطيتو فوق نار اللي كتكون مرتفعه كما ذكرت لكم مده قليله. كنضيفوه على الحشوه ديالنا، نحركو ونزولو المقلاة فوق النار. ضفت ليها كمية ديال المعدنوس اللي كيكون مقطع، وكنخلطو كلشي مزيان. بالنسبة لعناصر التوريق، كنحتاجو لزيت المائدة وزبدة مذابة، زبدة ديال العلب. دائما كنستعمل في الرغيف او المسمن زبدة ديال العلب. كما لاحظتو معايا العجين ما كينشفش، غطيناه ودهناه بالزيت. كناخدو الكرة الاولى، كنبسطو دائما الاستعانه بالزيت النباتي. كما لاحظتوا معايا العجينه سهله في الخدمه ديالها، ما كتقطع ما حتى حاجه، يعني خليناها ارتاحت الوقت ديالها الكافي. رغم ان فيها الخميره راه ما كيوقع لها حتى حاجه نهائيا.
كنبسطو مزيان وكنرقو العجين ديالنا وكنضيفو كميه قليله من الزبده كما لاحظتوا معايا. ممكن هنا الزبده تخليوها بدون ذوبان، يعني ديروها زبده اللي تكون لينه. كنطويوها بحال الرغيف العاديين على 4. لاحظوا معايا العجينه راها رقيقه وما كتقطعش، كنقادوها على شكل مربع بحال المسمن ديالنا العادي. كنستمر بنفس الطريقه لجميع الكريات كلهم، دائما كنورقو بشويه ديال الزيت وكنضيفو الزبده اللي كتكون مذابه. ممكن ديروها زبده يعني كتبقى رطبه بدون ذوبان، يعني نفس بجوج بهم كيعطيونا نفس النتيجه. كنرقو العجين ديالنا مزيان وكنطويو بحال الرغيف العاديين كما لاحظتوا عجينه اللي رقيقه وكنطويوها نفس طريقة الكريات كلها حتى ننتهي ونمروا باش غادي نشكلوا الشكل النهائي لهذا المسمن ديالنا. كناخذوا المربع الاول كنبسطوه شويه كيبقى نفس الشكل مربع، ايضا كنوضعوا الحشوه ديالنا بطبيعه الحال اللي كتكون بارده، طيبناها وخليناها بردات. الوقت اللي حنا غادي نشكلوا الرغيفات ديالنا كتكون الحشوه بردات، كنوضعوا الحشوه في الوسط بشكل طولي كما هو واضح، كنطويو عليها العجين وكنحاولوا نخرجوا بعدا الهواء ما يبقاش لينا لداخل، وكنضغطوا على الجوانب بواسطه الاصابع. راه كيلصقوا ما كيتحلوش نهائيا، غير نحاولوا اننا نديروهم بشكل مقاد. كناخذوا الشوكه اللي هي الفورشيت وكنديروا الثقاب في الوسط وكنضغطوا ايضا في الجوانب بنفس الطريقه كما كتلاحظوا معايا بحال الشكل ديال الشوسون اللي كنستعملوا في العجين. هذا هو الشكل المحصل عليه. كنوضعوا في الصينيه ديال الفرن اللي فيها ورق الطبخ نفس الشيء، كنستمر حتى ننتهي. دائما كناخذوا المربع ديالنا كنبسطوه، يعني ما كنضيفوا ليه لا زيت لا زبده لا حتى حاجه، حنا درنا فيه الاشياء اللي ورقنا بها في الاول. كنطويو العجين على الحشوه ديالنا ونتاكدوا اننا خرجنا الهواء، حتى الى ما خرج هذاك الهواء اللي في الوسط حنا كنثقبوا العجين ديالنا من الوسط بواسطه الفورشيت اللي هي الشوكه وكنضغطوا باش نتاكدوا اننا غلقنا العجين ديالنا مزيان. وكناخذوا القطعه المحصل عليها نوضعوها في الصينيه ديال الفرن اللي فيها ورق الطبخ. نحاول انني نقرب لكم هنايا بصوره اكثر، وهي الطريقه راه واضحه وسهله، يعني نغيروا الشكل المعتاد المسمن معمر، دائما كنحضروه بشكل حنشات او دائري او مربع. كنطويو العجين ديالنا بعد ما وضعنا الحشوه بشكل طولي وكنضغطوا مزيان في الجوانب، كنخرجوا الهواء. كناخذوا الفورشيت نثقبوا العجين ديالنا من الوسط وكنضغطوا الجوانب باش كتغلق لينا العجينه. هذا هو الشكل المحصل عليه. وكنوضعوهم في الصينيه ديال الفرن. بالنسبه باش غادي ندهنهم خديت مزيج ديال الزبده والزيت ذوبتهم، تقريبا الكميه اللي غادي تكفينا لهذا العجين ديالنا ملعقتان من كل مكون مع شويه ديال الفلفل الاحمر حلو اللي هي تحميره. وكندهنوا الوجه ديال المسمن ديالنا وندخلوه الفران اللي كيكون متوسط درجه الحراره. لاحظوا معايا خفيف لدرجه كبيره ومقرمش بحال حضرناه بالورقه ديال البسطيله كما لاحظتوا، كيكون فيه هذيك القشيرات اللي الفوق، طاب وتحمر وخدا القرن ديالو. كنخليوه يطيب على الخاطر ديالو، يعني ماشي نخرجوه هو مازال خضر، حتى كيتحمر من الاسفل ومن الاعلى. بالنسبه ليا الفران كندير النار من الاسفل فقط، بعد ما تحمر كنديروا كميه ديال جبن احمر مفروم وندخلوه الفران اللي كيكون مازال سخون، غير كيدوب هذاك الفرماج كنخرجوه. لاحظوا معايا هنايا كما كتشاهدوا نوريكم كيفاش كتجي من الداخل مقرمشه، المسمنه ديالنا مورقه من الداخل خفيفه والحشوه كذلك لذيذه بزاف. بالنسبه للحشوه يمكن لكم تغيروها، تستعملوا الطون، تستعملوا الكفته، تستعملوا الدجاج، لكم حريه الاختيار. ممكن تكتفيوا بالخضار اللي كتكون مع البصله وكميه ديال الفرماج، لكم حريه الاختيار. هذا هو الشكل النهائي للمسمن ديالنا.
مسمن على شكل شوسون بطريقة سهلة وبسيطة، والنتيجة جيدة وشهية ومرضية، وكيستحق تجربة، وإن شاء الله تجربوه، وأنا متأكدة غادي ينال إعجابكم. وما تنسوش الدعم ديالكم هو وضع لايك وبارتاجي الفيديو والانضمام للقناة، وأي سؤال مرحبا، ونتلاقاو في وصفة جديدة بإذن الله. نخليكم مع الصور النهائية، في أمان الله.